طيب الآن أستاذ يوسف، يعني بالنسبة للعلاقات التركية الروسية إلى أين ستكون في ظل ما جرى من استهداف للرتل؟ هل باتت العلاقات التركية الروسية على المحك؟ هذه ليست أول مرة يا سيدي، نحن انتهاكات ولكن هذا الاستهداف تكرر أكثر من مرة يعني أستاذ يوسف. صحيح صحيح نعم، ولكن العلاقات التركية الروسية هي علاقات متعددة الجوانب والمحاور، وبالتالي تركيا لا تخلط الأوراق بشكل كبير، ولا والتوقيت والأزمنة وسياسة استخدام التوازنات الإقليمية والاستراتيجية تلقي بدلالها. أتوقع بأن تركيا هي سيكون ردها على ما يحدث ليس بشكل مباشر تجاه روسيا، وأتوقع أنه سيكون بشكل غير مباشر من خلال الدفع بأسلحة نوعية للمعارضة، من خلال ربما يكون هنالك ضربات موجهة لمن يستهدف النقاط التركية سواء كان النظام السوري أو الميليشيات الإيرانية. نعم. لا أتوقع صدام مباشر عسكري بين تركيا وروسيا، هذا خارج أطر السياسات. طيب. أو التوازنات الاستراتيجية.